بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. كلما زادت الرطوبة الجوية كلما زاد نقص الكالسيوم. تاني، كلما زادت الرطوبة الجوية كلما زاد نقص الكالسيوم. إيه علاقة الكالسيوم بالرطوبة؟ ودي بنلاحظها في أي مكان فيه رطوبة عالية، بتلاقي على طول ثمرة الخيار ابتدت تكون مدببة من تحت، تمام، والورقة دي بتبص تلاقيها ابتدت تبقى زي الشمسية مقلوبة لتحت كده، تمام، في الحواف بتاعتها. الطماطم بتلاقيها ابتدى طبعا عارفين النقص بتاع الكالسيوم على الطماطم، الحباية بتكون شكلها ايه. للأسف اللي فيه كتير من الشباب ما بيكتشفش نقص الكالسيوم إلا متأخرا، إلا إذا ظهر على الثمار نفسها، ودي بتكون مرحلة متأخرة، تمام؟ طيب إيه علاقة الكالسيوم بالرطوبة؟ الرطوبة يا جماعة لما بتكون عالية، الرطوبة الجوية أولا يعني اللي هي عبارة عن كمية المية اللي بيحملها الهواء الجوي في حجم هواء معين في على عند درجة حرارة معينة، دي الرطوبة. الرطوبة بدون ما ندخل في الرطوبة المطلقة والرطوبة النسبية، الرطوبة اللي انت بتحسها بالجو، اللي اول ما بتطلع كده بتلاقي نفسك عرقان، هي دي الرطوبة اللي في الجو، تمام. ان الجو في بخار مية كتير، في كمية مية كتير في الهواء الجوي. طيب الورقة دي فيها خلايا نباتية، الخلية ديت لما بيحصل عملية النتح، طب عملية النتح دي بتعمل ايه؟ معلش حاول تتخيل الموضوع معايا عشان يعني عايزك توسع دماغك شوية. عملية النتح ديت يا جماعة يعني الصغور بتاعت الخلية اللي هنا، الخلايا النباتية، بتفتح وبتطلع المية من الخلية، تمام؟ طيب لما الورقة دي، تمام، الخلايا بتاعتها بتفتح وبتنتح مية لبرة، بتاخد المية منين تاني عشان تعوض؟ بتاخدها من النصل بتاع الورقة ده. طيب خلصت، خدت المية من هنا، بيبدأ ياخد من الساق، تمام، بتاخد تاني من الساق، بتاخد من الساق وهي ماشية كده يعني وصلت لحد الجدر، بتاخد من الجدر، الساق بيبدأ ياخد من الجدر عشان يعوض. طب الجدر عشان يعوض ليه النبات بيبدأ ياخد منين؟ ياخد من التربة نفسه. طب التربة دي فيها مية بس؟ لا، فيها مية وعناصر غذائية، فيها مية وعناصر غذائية. العنصر الكالسيوم ده من ضمن العناصر الغذائية المفروض اللي هي بتتحرك مع طيار المية، اللي المفروض الكالسيوم ده عنصر من عناصر غذائية اللي المفروض بتتحرك مع عمود المية اللي طالع من الأرض ثم للجدر ثم للساق ثم للنصل ثم للورقة، تمام. طيب لو الرطوبة عالية برة ومفيش الحركة ديت، هل هيحصل فيه عطش نبات؟ مش هيحصل عطش النبات قوي. طب هل هيطلع ميه كتير من الجدر؟ الجدر هيمتص كتير؟ برضه مش هيمتص كتير الجدر ميه. طيب هل في عناصر هتطلع من الجدر من التربه للجدر لبقيه اعضاء النبات؟ لا، مش هيحصل. طيب طالما تيار الميه ده هو التوقف، او ان نسبته قلت من التربه ثم من الجدر ثم للساق ثم للنصل ثم للورقه ثم بعد كده بيطلع في عملية النتح، طيب هل هتبقى فيه عناصر غذائية طالعة؟ بالطبع مش هيبقى فيه عناصر غذائية. ويسوء الحال أو بيزيد الطين بلة لما بيكون عنصر غير متحرك زي عنصر الكالسيوم اللي هو رقم واحد في العناصر الغير متحركة. إذن ديت ما بتنتحش لأن الرطوبة عالية، يبقى الرطوبة عالية يعني إيه؟ يعني دي ما بتنتحش، يعني ما فيش مية طالعة من الجدر كتير على الساق على بقيه اعضاء النبات، تمام، يعني مفيش عمود ميه طالع معاه مواد غذائيه بتوزع على النبات، وخصوصا بيحصل نقص لعنصر الكالسيوم واللي هو عنصر بيعتبر غير متحرك. الحل ايه؟ الحل انك ترش الكالسيوم مباشر على الاوراق، تمام، ترش كالسيوم على الاوراق وعلى الثمار كمان، تمام، يعني ترش على الأوراق وعلى الثمار، تغسل غسيل بالكالسيوم علشان نحاول نعوض لك قصة الكالسيوم ده هو، خصوصا في الرطوبة العالية. يعني الجماعة بتوع الصعيد عندهم حرارة عالية بس ما بيحسوش بالحرارة قوي،
بتوع اسكندرية عندهم حرارة مش عالية بس بحسوا بالحرارة قوي. ليه؟ لأن بتوع اسكندرية عندهم الرطوبة انهم على البحر، أما الصعيد الجو عندهم إلى حد ما جاف، فما بحسش رغم ارتفاع درجة الحرارة ما بحسش بأن الحرارة عالية نتيجة أن ما عندوش رطوبة. تمام؟ ده اللي احنا عايزين نقوله. إذن فنقص الكالسيوم في لما بتزيد الرطوبة الجوية، إذن فلابد من التعويض بتاعه. ما ينفعش إضافة النترات ولا الكلام ده كلته، لا، اللي في التربة في التربة، بس حاول تشتغل على كالسيوم من مصدر محترم على النمو الخضري اللي عندك والسمري كمان زي الخيار ده. هو كل يومين والتالت لازم تاخد رشة كالسيوم، لازم تاخد رشة كالسيوم، هتلاقي الأمور عندك زي الفل زي ما حضرتك شايف كده هوت، والدنيا كويسة جدا. عرفت ايه علاقة الكالسيوم بالرطوبة، وعرفت ليه الكالسيوم في دول الخليج اللي فيها رطوبة عالية بيحصل النقص بتاعه مهما عملنا بسبب القصة دهية. تمام؟ بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.